اللي بعد كده اخيرا، والله بعوض يا مروان، فعلا اخيرا بيفك الصيام التهديفي. من يوم 16 مايو، 16 مايو 2019 كان اخر هدف ليه في الدوري سجل في شباك انبي، فبيرجع النهارده وبيفك صيامه التهديفي بهدفين. يعني دايما بشوف ان المهاجم لما يمر بفتره من الصيام التهديفي بيتحط تحت ضغط، وبالتالي بيبقى محتاج دعم الجمهور، محتاج دعم الناس ليه، ان هي تسنده دايما في الفتره اللي هو ما بيسجلش فيها اهداف عشان يسجل. لما يسجل هدف زي ده بتفرق كتير جدا. واحد من اهم المكاسب في المباراه النهارده التهديف بتاع مروان محسن هو استعاده الثقه التهديفيه لمروان محسن. مهم جدا ان انت تكسب لعيبتك، مش ان انت تنتقد في لعيبه، لا، لازم تكسب اللعيبه دي. لازم يعني انت دلوقتي عندك مروان وازارو وصلاح محسن، الناس دي كلها مكمله معاك، مش مجرد ان لعيب غاب فتره عن صيام التهديفي اقعد انتقد فيه واعمله، لا، لازم احافظ على اللعيبه، خاصه ان انا عندي كذا بطوله، عندي دوري، عندي افريقيا، عندي كاس مصر، عندي كذا بطوله، فلازم احافظ على اللعيبه. ودايما بيبقى الحساب في اخر الموسم، بتشوف انت اللعيبه ده عملت ايه بالارقام، وساعتها بقى الاداره هي اللي بتحدد. عشان كده مروان النهارده واحد من المكاسب. لو بصينا على ارقامه هنلاقي ان هو لاعب 67 دقيقه، في ال 67 دقيقه دول مسجل هدفين، عمل 14 تمريره صح واثنين خطا قصيره، قطع الكوره ثلاث مرات، ليه ثلاث محاولات على المرمى، الثلاثه كانوا بين الثلاث خشبات، اهدر انفراد اللي هو فرصه محققه يعني، حصل على خطا، قطع الكوره ثلاث مرات، وكان ليه فقد الكوره مرتين، قطع عمل عرضيه واحده، ونسبه دقه تمريراته 87.5%. فبالتالي مروان واحد من اهم المكاسب في المباراه. اللي بعد كده